مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. من بعد وجهته الأخيرة لتركيا، اختار رضا الوهابي هالمرة زيارة دبي وبداية مغامرة جديدة وتحديات جديدة، فشارك هالستوريهات من بعد وصوله. 3 2 1 دبي. أما باري تيوب فيوم بعد يوم عم بحمس المتابعين أكتر وأكتر لفيديو كليب أغنيته الجديدة شيل البيض اللي رح ينزل رسميا على يوتيوب في 3 ديسمبر المقبل على الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية. أما روزا أو رزان فعم بتحضر لمفاجأة جديدة رح تعلن عنها بال 23 ديسمبر المقبل، فبعد ما نشرت هذا الستوري بلشت تساؤلات الناس عن ماذا يرمز هذا التاريخ وشو عم بتحضر لإلو رزان، ولكن روزا أصرت على إبقاء مفاجأة للمتابعين وما صرحت عنها. شو رأيكم؟ شو عم بتحضر؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. أما عزة زعرور فصرحت أنها ممكن تعمل على مسلسل جديد من بعد ما حقق مسلسلها الأخير نجاح كتير كبير وحقق نسب عالية من المشاهدات على انستغرام، وغير عن هذا فصرحت أنها تعمل على أغنية جديدة رح تنزل قريبا. من بعد ما واجهت أسو هجوم بالأيام الماضية من عدد كبير من المتابعين واتهامها بتقليد فيديو آياتي للمارشميلو، رغم أنها أول من نزل الفيديو، واجهت أسو اليوم نفس الهجوم على فيديو الكعب العالي، ولكن هالمرة تم اتهامها بتقليد سكينة، فصعدت أسو على ستوري انستغرام دفاعا عن نفسها ولتثبت كذلك أنها أول من نزل الفيديو عن طريق التواريخ. يعني اللي راح نعيده حنزيده؟ يعني صارت بلا ملح والله العظيم. ادخل لليوتيوب دا اشوف اشيك الفيديوهات مالتي، القي بس تعليقات سلبيه، بس تنمر على محتواي، على شيء يعني حق الله حتى على قناه اليوتيوب. والله العظيم واحد يفتح الفيديو مالتي، انا سويته قبل شهرين بسب وغلط علي وهم اسكت. الفيديو مالتي مال احذيه سويته قبل 8 اشهر، بعدين يسرى انت تقلدين زين شلون؟ يعني انا رحت للمستقبل اقرا افكار الناس، صارت اكثر من مره. اما قرار السعدي ومن بعد تواجده بتركيا قبل ايام ومقابلته لجواني واعضاء فريق فافا نابولي، رجع اليوم للعراق وتحديدا لبغداد، وحاليا اطلت على المتابعين بستايل جديد وغريب وكتير جريء. شو رايكم بستايل حنين؟ اكتبوا لي رايكم بخانة التعليقات. أما بيسان إسماعيل فأثارت الجدل من بعد الستوري اللي غارت فيه على أنس من نور ستارز من بعد ما قالت نور عنه كيوت. باي، أنا أول مرة بشوفهم هون جايز، بس كثير انبسطنا بالفيديو كيف شفتين على الطبيعة؟ وعلى الطبيعة هيك أكيد كيوت. أنا شايفتيني قبل بمرة بس أنا أول مرة. أنت إيش؟ أنس أول مرة أشوفهم كيوت، يعني كيوت أخوية. بيسان مثل أخي. بيسان أخي. بيسان أخي نور، أختنا الكبيرة. شو الكبيرة أكبر منك بدي أنا؟ وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.